نظام الأسرة، زنازين بتجيش متر في متر الوحدة. تفضل شوف كيف. أي كل واحد من الأولاد بنام في حمام مقسمينهم. حتى لما بده يناموا في الحمام بمدوش رجليهم، يعني بعصروا حالهم تعصير في الحمام. جينا هنا لقينا المدارس ملانات، ما فيش وسع، ما فيش قدام الا الحمام. قد ما حاولت انظفه لكن على الفاضي، فيش مجال بتسكرها من هنا بتطوف من هنا. الواحد بصعوبه متحمل الحياه فيه. وانا والبنت الصغير هذه بننام هنا في الممر، يعني على علمك بسعناش يعني الحمام. الحشرات بتطلع علينا من جوا كلهيتها، الدور الفت داب الدنيا هنا، وقد ما بنكنس وبننظف على الفاضي. وايش جديد انه هنا طفت علينا المجاري، يعني صار مجاري من هنا ومجاري من هنا، جميع الجهات مجاري. لما يشيلوا البورة بنرتعب وبنخاف. بنعاني كثير من القبور هدول، بيجوا مثلا بيشيلوا الشهداء عشان ينقلوهم مكان تاني. بعرف الاولاد في الليل صاروا يصحوا يتلمسوا منهم، واحد بيقول في واحد مادد ايده بده يسحبني، وبيجروا بيقعدوا هذا طول الليل السروع ويخافوا من قصة القبور هذه. لا مش آمن والله، ما دقيقة ما بتقدر تعيش فيه. تعال أي واحد تعيشه هنا ما بقدر أعيش فيه دقيقة، بس إحنا مضطرين إله. لما بصير هذا كله بصير يخبط عشان زينق، وكل والشظايا بتنزل، وأغلبية قعدتنا يعني أنت برا بنقعد، يعني حتى الشظايا بتنزل علينا كمان. ترجمة